كتب تاني آه. لان هو كان سبق في التفسير انه يعني نور على الحته دي ففوجئ ان رئيس الجمهوريه في جنوب افريقيا رمفوزه علق على هذا الامر فرجع قال اهي الرساله واضحه قال لك يا جماعه لما رئيس الجمهوريه في جنوب افريقيا رمفوزه يقول سنفتقد بيتسو موسيماني كقوه في كره القدم في جنوب افريقيا ولكن تعيينه من قبل النادي الرائد في قارتنا يعزز اواصر الصداقه بين بلدينا اتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق وهم يرفعون رايتنا ورايه كره القدم الافريقيه مع ناد يفتخر بنجاحه جميع الافارقه. ممكن تستشهد كمان براي سفير جنوب افريقيا يعني الذي تحدث عن هذا الامر ايضا. شوفوا بقى نسمع سفير جنوب افريقيا لما راحت له كاميرا اون تايم سبورت تساله عن رؤيته في تعاقد النادي الاهلي مع مواطنه بيتسو موسيماني السفير الجنوب افريقي قال ايه؟ أن يتم دعوة بيتسو موسيماني ليكون مديرا فنيا في دولة هي الأكثر تقدما في مجال كرة القدم في أفريقيا هو اعتراف كبير بالتأكيد نحن سنفتقده في جنوب أفريقيا ونتمنى أن يكون هو المدير الفني للبافانا بافانا الفريق الوطني الجنوب أفريقي ولهذا رأى الرئيس رامافوزا أن يوجه التهنئة لموسيماني لأنه أتى إلى هنا لأنه حضر إلى ثقافة كروية أكثر تقدما من جنوب أفريقيا بالفعل ثقافة كرة القدم في مصر متقدمة عن مثيلتها في جنوب أفريقيا ولا شك في ذلك ومع حضور بيتسو موسيماني إلى مصر هو سيتعلم أيضا ونحن سعداء بهذا هو أتى في وقت صعب جدا ولكن أملي هو أنه أتى إلى فريق جاهز ومستعد الأهلي لم يحصل على لقب فريق القرن من فراغ ولكن لديهم لاعبين لديهم ثقافة ويفهمون بعضهم البعض وهو يبدأ من هذه القاعدة أما بالنسبة له لكي يترجم وينقل حركات الفريق إلى أسلوبه فهذا سيأخذ بعض الوقت ولكن سيأخذ وقته وأنا أعرف أن المصريين شغوفين بالفوز في كرة القدم بيتسو موسيماني هو صديقي ودعوته واستضفته في بيتي سواء كان يواجه الأهلي أو الزمالك يأتي إلى هنا ويجلس هنا ويأكل هنا ويشرب هنا ويدعو أصدقائه إلى هنا هو صديقي أنا أتمنى له كل الخير بالفعل أتمنى له كل الخير وأريد له أن ينجح عندما يأتي إلى مصر ويكون مديرا فنيا هذا يساعد في تطوره كمدير فني ويساعد أيضا في السيرة الذاتية الخاصة به